pouquinho de ardê. Essa أسوي طماطم بالدهن، هذا فلفل أخضر حيل حاد، عندي أربعة وطماطم. أول شي يعني غسلته زين وبشرته، لأن بشوره نهائيا ما صحي. وهذا مي فورته للبيض. يعني الطماطم صار خمس تماتة وفلفل أربعة خاص حطيت فيها مع كاري لان هيك بالكاري هاي الأكلة. وهذا ما صار عندنا، فأنا بنسوي بيه البيض. لأن ما فيها كثير بالدهن هذا البيض. لأن هاي الأكلة حيل تحب الكاري. شوف البيض عشان صار بالماي. حتى لا كلها تصير بالدهن، نصها بالدهن ونصها هيك. شوفوا البيض صار بالماي ما بالدهن، يعني سميته بالدهن. أكلة كلش طيبة وكلش اقتصادية. وهذا الفلفل الأحمر ما قال هذا، لأن هذا قال وراح ناكلها. طبعا هذا الصوت مع هاي معاي كوبي شوكلت معاها شوية طاقية. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم مقدمة. اذا جربتوها بالعافية. البيض ما سوينا احنا بالدهن، سوينا بالماي وحده.